أنا اليوم داخل داخل بنك مصر ولبنان ومعي مواد، ماني جاي إزي حدين، أنا زلمي صاحب حق وبدي مصرياتي. ما بحياتي أزايت حدين، هيدا مدير البنك قاعد قبالي، مدير البنك قاعد قبالي وممنوع يطلع، ممنوع يطلع من أوضته مدير البنك، ممنوع يطلع من أوضته أبدا أبدا لو مهما كلف الأمر. أنا اليوم محاصر هون جوا ومش طالع غير ما أخذ وديعتي لو على جثتي. أنا بدي أقول شغلة لكل مودع حاطط مصاري. نحن في مثل بيقول الحياة للأقوياء ليس للضعفاء.